عشان وقتنا والنبي هنقول ولا بره الهواء ان احنا بنعمل بقى صالون النص الثاني بنجهزه ولا اللي هنسكته ميرسي جدا. بعد الفاصل عز شباب اف ام وراديو كوزموس استنونا. ورق جدران ماركو بولو من سيدار. ورق جدران ماركو بولو من سيدار. ورق جدران ماركو بولو الأصلي موجود فقط لدى سيدار. الرياض، جدة، الدمام، الخبر، المدينة المنورة، أبوظبي، دبي، الشارقة، العين، الدوحة، البحرين، مسقط. مصر أم الدنيا بشوارعها وبنيلها بناسها الطيبين. نجومها ومفكريها ومثقفيها ومبدعيها وكمان السياسيين. مصر الثورة، مصر بكرة، مصر اللي بنحبها ومصر اللي بتحبوها. ساعة مصرية، ساعة مختلفة على روتانا مصرية. تعالوا نختلف بس علشان نتفق. أهلا بيكم في ساعة مصرية. ساعة مصرية يوميا الساعة 8:30 مساء على روتانا مصرية. اندومي الحجم الكبير جامبو وبجنيه ونص بس. واثق فيا؟ صراحة لا. لا يا جماعة ما ينفعش، انتوا فريق واحد لازم تثقوا ببعض عشان توصلوا لرقم كويس. اوكي هفكر ان شاء الله ندخل مع بعض وان شاء الله يكون خير. اوكي انتظرونا على روتانا مصرية وتراست ولحظة شك. أضخم برنامج مسابقة لحظة شك مع النجم محمد هنيدي قريبا على روتانا مصرية. زي ما عودناكم كل يوم جمعة بيكون معانا راديو جديد بنقدمه لكم من خلال عز شباب اف ام. النهاردة معانا راديو كوزموس وده أول راديو للعلوم على الانترنت في مصر والعالم العربي. تعالوا نتعرف دلوقتي أكتر على راديو كوزموس وإيه اللي بيقدمه من ضيوفنا اللي معانا. طه سليم مقدم برنامج إفطار أينشتاين ومطبخ أرسطو، أهلا بيك. بسمة عبد القادر مقدمة برنامج كل يوم اختراع. أستاذ طارق الأفندي مقدم برنامج كل يوم اختراع، أهلا بيكم. أهلا وسهلا، إيه الأخبار؟ الحمد لله. تمام الحمد لله. في بداية طه عايز أعرف منك إزاي كانت بداية راديو كوزموس؟ هو البداية كانت بترجع في إزاي تنشر العلوم للمجتمع. فعلى سبيل المثال كان سابق لي أنا عملت كتابات، يعني كتابات نصية في كتب ومطبوعات، ولكن الجمهور بتاعك بيبقى قليل. بعدين كنت مسكت سوسايتي او جمعيه طلبه الفيزياء بالجامعه الامريكيه، وكنا بنعمل ايفنتات كلها بتتسجل فيديو وبتتحط على اليوتيوب ومنها بعض الاجزاء اللي بتعرض على التلفزيون. تمام. ولكن برضو انت عشان تتفرج على التلفزيون محتاج سيت اب، يعني محتاج تولع التلفزيون واللابتوب وبتاع. انت اصلا تخصص ايه في البدايه؟ انا طالب بدرس في السنه الثالثه بكليه العلوم والهندسه بالجامعه الامريكيه. تمام. فنتيجه ده لازم تفكر في مشاكل المجتمع فيها لاك في اللوجيكال ثينكينج اللي هو التفكير المنطقي والتفكير العلمي.
فعشان تعمل وسيلة إعلامية واضحة تقدر توصل المعلومات دي محتاج ان انت توصل لأي حد من غير بقى قيود ان هو يقعد ويتفرج وكده. الحاجة الوحيدة اللي بتعمل ده هي الراديو. الراديو تقدر تسمعه في اي مكان انت وبتسوق، هي وبتطبخ، في اي مكان تقدر تسمع راديو انت وبتجري الصبح، تقدر تستفيد وتسمع معلومات في اطار مشوق درامي وفي مع موسيقى هادفه. تمام. طيب بسمة، عايزه اعرف برضو راديو كوزموس، كلمه كوزموس اخترتوها بناء على ايه ومعناها ايه؟ عايزين نعرف الجمهور برضو. هو طبعا طه هو اللي اختار الاسم الكوزموس. طبعا هو طه المفروض هيرد عليك لان هو اللي اختار الاسم يعني. طبعا كلمه كوزموس، كلمه كوزموس هي كلمه لاتينيه كانت بتعني الكون او الطبيعه ان جنرال. طبعا هي بقت ليها ترجمه بالانجلش اللي هي يونيفرس او الشامل او الجامع. فاحنا اخترنا كلمه كوزموس عشان نقول ان ده الراديو بتاع كل الحياه، بتاع كل الطبيعه، بيضم كل العلوم، كل المعارف، كل انواع الفنون والموسيقى. تمام. طب بسمة، ده بقى خلينا اسالكم ايه هي العلوم اللي بتقدموها داخل الراديو عندكم؟ طبعا انا بقدم فقرات غنائيه وبقدم برضو فقرات علميه مع دكتور طارق الافندي في برنامج اسمه كل يوم اختراع. تمام. يعني ده يعني انت يعني القسم اللي هو اللي فيه اختراع ده بيبقى برنامج مشترك بينك وبين الاستاذ طارق. بيني وبين دكتور طارق. دكتور طارق. طيب دكتور طارق، في بدايه كده يعني حضرتك منورنا جدا النهارده، لكن حضرتك يعني متخصص في ايه او دكتور متخصص في ايه؟ انا طبعا الكترونكس وكوميونيكيشن، وبعد كده كملت بعدها كمبيوتر ساينس، وبعدين بزنس. تمام. ودلوقتي المفروض ان انا بعمل يعني نقول كفرج او تغطيه لاي حاجه يعني. ايه الفكره ان حضرتك يعني تعجبك انك حضرتك تقدم برنامج على الراديو؟ يعني ايه اللي خلاك تتقدم للخطوه زي دي؟ اللي خلاني ان في دلوقتي مشاكل مروريه كتير قوي، ففي الحقيقه بنقول ان اي واحد بيسوق عربيه هو ممكن يبقى جامعه متنقله، لان طول ما انت سايق الاشارات والزحمه فتسمع الراديو يبقى تتثقف بدل ما تضيع الوقت. مظبوط. والتثقيف ده ممكن ان هو يسهل عليك المسافه ويضيف لك يعني جزء من اللي انت مش قادر تعمله في البيت، لان عبال لما بتروح بتكون تعبان تخش تنام او تصحى تاني يوم الصبح للشغل وهكذا، يبقى نستفاد بالوقت. تمام. طيب طه، عايزين بقى نتكلم اكتر عن برامج الاذاعه بتاعتكم، ونبتدي ببرنامج افطار اينشتاين ومطبخ ارسطو. البرنامجين الاسامي اكل وعلوم، فهمنا اكتر. هو طبعا انا بقدم برنامجين اساسيين في الراديو، هو برنامج اسمه فيرتشوال رياليتي او الطبيعه الافتراضيه. برنامج مطبخ اينشتاين انا بشارك في اعداده وتقديمه. ابدا بالبرنامج اللي انا بعده وبقدمه، فيرتشوال رياليتي بيتكلم على الطبيعه الافتراضيه او بيتكلم على طبيعه يعني دراسه الحياه من منظور علمي ومنظور فلسفي. يعني على سبيل المثال، في ناس بتقول الناس الناجحه هي الناس اللي بتاخد بالها من كل التفاصيل في حياتها. احنا عندنا اكزامبلز بتعاكس ده تماما، يعني عندنا زي ستيف جوبز والناس دي كانت بتاجنور او بتهمل اجزاء كبيره جدا من حياتها وبتركز على تفاصيل صغيره هي دي اللي بتنجح فيها. تمام. فاحنا بنناقش ده. حاجه ثانيه احنا بنناقشها، ان احنا بنناقش المسائل الفلسفيه، زي لو احنا قدامنا اوبشن دلوقتي، الاوبشن ده بيخلينا نعيش كما لان في كونين هنكمل فيهم حياتنا، يا اما كون الواحد مثلا يذاكر ويجتهد ويكمل ويتخرج ويبقى معاه جرادويشن سيرتيفيكيت، او ان هو يكمل وما يتخرجش. يعني هنا حياتك هتكمل على سيكونس معين وهنا حياتك هتكمل على سيكونس ثاني. ده موجود في الفيزيكس، ده موجود في الطبيعه، ده موجود في الفلسفه. فهو بيناقش الموضوع ده في اطار تثقيفي للناس وفي نفس الوقت في اطار هدفي ان هو بيوصل المفهوم بتاع الفيزيكس. بالنسبه لبرنامج مطبخ ارسطو والافطار بريكفاست وذ اينشتاين، البرنامجين دول المفروض ان هم برنامجين فكاهيين. واحد فيهم بيقول لو انا قاعد مع اينشتاين الصبح وبفطر معاه اينشتاين هيقول لي ايه، الثاني لو انا قاعد مع ارسطو في المطبخ ارسطو هو بيطبخ هيشرح يقول ايه. فدول دول طب معلش يعني لو اينشتاين مثلا بيفطر معايا هيقول لي ايه مثلا كمعلومه كده؟ يعني مثلا اول حاجه ممكن يقول لك ازاي تفهم الطبيعه النسبيه. يعني مثلا في مثال بسيط، انت لو قاعد مثلا بتذاكر حاجه بتحبها هتلاقي الوقت بيعدي بسرعه. لو انت بتقضي وقت قاعد مع حد كده او بتذاكر حاجه ممله هتلاقي يعني اليوم بيطول قوي، 1000 سنه بيعدوا عليك. فدي حاجه. الحاجه الثانيه ممكن يقول لك انت ان دايما ان الجنون اللي انت تكرر نفس الافعال تتوقع نتيجه مختلفه، فدي حاجه من الحاجات ممكن إدسون. طيب بسمة، كل يوم اختراع، يعني عايز اعرف منك دلوقتي ايه الفكره بتاعت البرنامج مع الدكتور طبعا، بس قولها لنا كده بشكل مبسط. الفكره بتاعت البرنامج طبعا ان احنا يعني عايزين نوصل لكل الشباب، الاطفال والولاد والبنات، عايزين نوصل لهم كل فكره الاختراعات من البدايه لحد الان. طب استاذ طارق، فكره ان حضرتك تكون مع بسمه مشتركين في برنامج واحد، ان يكون اثنين مذيعين في برنامج واحد، فكره ان يكون في مشاركه، هل دي بتكون افضل ولا لما يكون مذيع منفرد بيقدم برنامج لوحده؟ والله بصي، دايما القاعده الاساسيه لو انت عايزه حاجه تنتشر يبقى لازم تخاطبي المجموعه.
فالمجموع ده بيشمل كبار سن وبيشمل صغار سن ومتوسط اعمار وبيشمل رجال ونساء. فلو قدمتي حاجه من لون واحد ممكن يعني برامج المراه يقول لك الراجل ما يتفرجش عليها، لكن احنا عايزين العلم يصل الى الاثنين يعني. وطبعا المراه زي الرجل بالظبط، بل بالعكس ممكن تكون متميزه اكتر لسبب احنا بنقول الام مدرسه اذا اعددت شعبا طيب الاعرق، وبالتالي الام هي اللي بتشوف واجبات الولد في البيت، وهي اللي بتشوف مستوى الدراسي وبتتابع، وهي يعني نقدر نقول الايه الثابت، الجزء الثابت. الراجل طول النهار ممكن يكون طفشان مثلا في شغله، لكن المراه هي اللي قاعده، انا بتكلم بجد، قاعده لاولادها يعني. ثانيا ان التاثير النفسي، احنا عارفين ان دوره الحياه كلنا عندنا دوره عقليه ودوره نفسيه ودوره جسمانيه، ففي الدوره العقليه انت بتفكري، في الدوره النفسيه بيبقى شعور، في الدورة الجسمانية بيبقى إحساس أو مرتبط بالمجهود. كل ما وجود المرأة بيدي نوع من التلطيف والديالوج اللي هو المفيد، يعني على أساس أن يبقى في نوع من الانتر أكشن أو التدخل. يعني الرجال ممكن يقال عنهم مثلا الجدية، أو يعني نقدر نقول حتى لو بيهرجوا بيدوروا طبعا على استحسان من المرأة. الله ينور يا دكتور. لكن يا دكتور برضو الراديو عندكم مش كله علم في علم، ده برضو في جانب فني زي ما قلنا من شويه، وحضرتك يمكن كمان جايب العود معايا لسبب، لان الفن ده بيلعب دور خطير جدا يعني. تمام. اي انسان عنده معتقد او يعني افكار وعنده شعور وبعد كده بيجي وراه الاكشنز او الافعال، صعب جدا انك تتصادم مع الناس في الافكار والا يحصل زي اللي انت شايفه في الميادين اللي احنا شايفينها. انما لو حركت شعورهم، يعني مثلا سيد درويش تميز بالاغنيه الوطنيه لما بيقول لك قوم يا مصر. صلاح جاهين مثلا لم تخرج كلماته الا بعبد الحليم والحان الثوره مثلا ام كلثوم. الشيخ امام مثلا هو اللي خرج كلمه احمد طيب فؤاد. انتوا في الاذاعه، انتوا في الاذاعه بتعملوا ايه؟ عايزين نسمع حاجه دلوقتي من اللي انتوا بتقدموها في الاذاعه. طيب شوف يا ستي، احنا طبعا حبينا نعمل مقدمه للراديو، ففي الحقيقه اول اغنيه جمعتني ببسمه كانت اغنيه لما بدا يتسنى. وبعدين حسيت ان لما بدا يتسنى دي كلماتها قديمه قوي، وهو مين اللي بدا ومين يتسنى؟ ثانيا في منظومه سيئه جدا عن العصور الاندلسيه انها عصور الموسيقى والتمايل والرقص والحريم. احنا عايزين نقول ايه؟ المنظومه العلميه. ففي كان مسرحيه بتتعمل عن تاريخ العلوم، فاخترنا لما بدا يتسنى عشان تعبر عن مرحله العلم العربي، تاريخ العلوم. فانا خدت الكلمات في الحقيقه بدلتها وقلت بدل لما بدا يتسنى، عشان احاول لك بس قلناها ايه، خلي بالك واسمعنا ده راديو كوزموس جمعنا كده يعني. طب احنا عايزين نسمعها ممكن؟ ماشي ماشي يلا سمعها. ده على نفس الريتم لما بدا يتسنى. تمام ماشي. خلي بالك واسمعنا ده راديو كوزموس جمعنا، العلم اصبح له معنا والفن كمان متعنا. حافظ انت التكمله. فاحنا بنقول ان العلم اصبح له معنى والفن كمان متعنا. انا طبعا بدلت الكلمات على نفس الوزن على اساس انه احنا محتاجين نعيد بناء الفن المصري، عشان هو دي الشخصيه او الهويه الحقيقيه للعرب يعني. كل امه لها هويه، هويه الامه الفن. لو شلت الفن، يعني حضرتك لما بتاكل بسكويت مثلا له شكل. ايه رايك لو انا اديتك كده حتت معجونه ومرميه ولا الهوى؟ للاسف الشديد اللي بيحط العجينه وتتخبز على بشكل عشوائي هو ده اللي بيقول مش عايزين فن. يعني ده الفرق ما بين حته البطاطس اللي ربنا حاططها في الطين فبتطلع باي شكل. اكيد طبعا الشكل بيكون اهم. انما طبعاً التفاحه الجميله عشان الناس شايفاها على الشجر ربنا عملها بيها جميل. اكتر فالفن هو مقياس الجمال، اذا عدم يبقى راح الجمال. اكيد. طه قول لي، في انتوا بتحضروا لمسلسل اذاعي يتكلم عن العلوم، طبعا عايزين نعرف تفاصيل المسلسل ده وازاي ممكن مسلسل اذاعي يتكلم عن العلوم.
هو طبعا انا احب ابدا من اخد طرف الخيط من الدكتور طارق. وطبعا البلاندنج دايما او الخلط ما بين العلم والفن دايما بيعزز قيمه توصيل العلوم للناس. يعني مثلا على سبيل المثال لما حد بيسمع لحن جميل جدا بيهيئ له نفسيته والسيكولوجيه ان هو يبدا يسمع المعلومات. ففي المسلسل الاذاعي بيتوفر عناصر كثيره جدا، من ضمنها عناصر الدراما، عناصر الموسيقى وعناصر العلوم. الدراما عشان يبقى في حدث درامي يقدر يشوقني انا عايز اسمع ايه. لما انا اسمع قصه فاراداي مثلا لما اضطرت، لما هامفري ديفي هو المعلم بتاعه وابتدى يدخل يعمل معاه كونفليكشن جامد، يعمل معاه تضارب، يقول له فاراداي انت ازاي تتحدى الدكاتره اللي علموك والعلماء اللي علموك، ويبدا فاراداي. فكل دي قصه جميله، في الاخر بنوصل منها ان فاراداي هو اول واحد اخترع المطار الكهربائي. فهنا الدراما، توافر عناصر الدراما مع عناصر الانتاج والموسيقى والاصوات المنتجه للشخصيات الدراميه، دائما وابدا بيوصل العلوم بطريقه سلسه للناس. طه، هل انت شايف ان ممكن مسلسل ممكن بالشكل ده او من النوع اللي انت بتتكلم فيه ممكن يجذب الناس ان هو يسمع ويشوف ويخش معاك في الموضوع، ولا اصلا احنا بنقول يا دوبك احنا راديو العلوم يعني الحمد لله عايزين الناس تسمعنا ونحاول نفهموا العلوم ماشيه ازاي بس بشكل مريح يعني او بشكل مبسط؟ بص، هو الاغنيه بتاعت لما بدات السنه دي كانت ظهرت في مسرحيه كنا اخرجناها في بدايه الصيف اللي فات. المسرحيه دي كانت بتتكلم، كان في عباره عن آلة ماشين. انا كنت كاتب في السكريبت ان واحد راح بآلة ماشين، بتايم ماشين، بآلة زمن، وراح قابل الحسن بن هيثم ومريم الاسترولابي وكده. المسرحيه لما اتعملت ده كان اول عمل ليا في الفن بعد ما خدت الكورس بتاع الثياتر او المسرح في الجامعه مع دراستي للفيزيكس. ناس كتير حضرت، انا فوجئت ان في عدد كبير جدا من الناس بيحضر، وناس كانت بتسال على النوع ده من الدراما. وبعدين لما ابتدينا نقدم بقى قصه اينشتاين وفاراداي ووزن مسرحيه تانية، ده كان بيعجب الناس جدا، وكان في غنى وكان في حاجات ان هو بيغنيه عشان يأتراكت البطله اللي معاه، اللي بعد ما حلها الايكويشن لقى ان دي هي اللي بتعمل الموضوع ده، فكان كل ده بيعمل. فانا اتوقع ان شاء الله، او هو من المتوقع بيزد اون الاحداث السابقه، ان في عدد كبير من الناس هيسمع الموضوع ده، وده ان شاء الله نتمنى في المستقبل القريب ان هو يسهم في اسراء المعلومات العلميه والثقافه العامه للمجتمع المصري. بس اخيرا في جديد ان شاء الله باذن الله. طبعا عايزين نقول دلوقتي طبعا مقدمه برنامج كل يوم اختراع مع دكتور طارق، تاليفه كلماته الحلو. تمام، نورتنا جدا النهارده راديو كوزموس، وبتوفيق رب ان شاء الله. ويمكن مهم جدا احنا كنا عندنا راديو نسمع فيه الشق اللي هو مرتبط بالعلوم، وده مهم جدا في حياتنا. وزي ما الدكتور قال من شويه ان احنا بنضيع اوقات كتيره جدا في حياتنا في الزحمه وفي المرور، فلازم على الاقل حتى نستفيد بيها. نورتنا جدا راديو كوزموس، بدايه من الاستاذ طارق الافندي وكمان بسمه عبد القادر وطه سليم. نورتنا جدا، شكرا. ميرسي ليكم، نورتوا. شباب خليكم معانا الفقره الجايه، مسابقه التواصل، خليكم معانا.